صباح النور عليكم غزالات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم أنا بشرى. كنتمنى يكون نهاركم مبروك، وأتمنى إن شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون تاع كريب، اللي هو كريب مالح وكيجي مقرمش. غادي يكون تكون وصفه غزاله غتنفعكم في رمضان، كنت نزلتها معكم قبل وان شاء الله غنزلها رجع نزلها معكم دابا. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا يعني ما شوفوا، ما غاديش نعطيكم مقادير يعني اللي هي مثلا مقادير ديالي انا، وانما غادي نقول لكم ان لكل مثلا كوب حليب يعني قدامه كوب طحين وبيضه وملعقه من الزبده دايبه. كنتو بغيتو ديروه مالح غادي ديرو فلفل اسود، كنتو بغيتو ديروه حلو غادي ديرو الفانيليا وتخلاو على الفلفل الاسود، ورشات الملح راه دائما موجوده. فكما قلت لكم بغيتو تعملوا الدوبل تاع المقادير، كديروا مثلا كوبين حليب كوبين طحين بيضتين، وكديروا ملعقه ديال الزبده دايبه وشويه ديال رشات الملح، كما قلت لكم رشه الفانيليا او رشه الفلفل الاسود في هذا في المالح. بعد ذلك كنخلطوهم في الخلاط، كنجيبهم كنحطوهم في مثل هاد الاله اللي عندي، اولا غير بالمغرف كنهزوهم كنحطوهم في مقله الطفال او طاسه الطفال كما كيقولوا لها المصريين. وبعد ذلك كنبقاو ندوروه هكذا حتى كي يعني حتى كيتوزع عندنا داك الخليط يعني على المقله كلها، ونشوفوه انه نشف هكذا شويه من الفوق. بعد ذلك كنرجعوه فوق النار، النار كتكون هاديه يعني بطبيعه الحال. ومن بعد ذلك كان غير ملي كنشوفوه نشف من الفوق كنقلبوه. هاد الطريقه ناجحه جدا، وان شاء الله كتنجح يعني مع اي حد كنعطي هاد الطريقه، لانه ما فيهاش شي حاجه. الكريب راه معروف ما فيهش شي حاجه صعيبه، ما عرفتش علاش كنشريوه من برا يعني بثمن غالي، وماشي شي حاجه يعني ما فيش شي اختراع يعني ملي كنشريوه من برا، مجرد شنو كي يعني كتمشي كتشريه ما عندهمشهم هذا المالح، مستحيل انك تلقيه. هنا في مصر موجود بواحد الطريقه غزاله وزوينه، ان شاء الله نشارك معكم. حتى هو ممكن يتعمل في المنزل، ولكن الحلو منك في المقاهي كتلقيه يعني غير وسط منه الشوكولا او لا فريز البنان، وكتلقيه غالي. يعني انا مره مشيت على اساس اني غادي نلقى شي حاجه جديده وطلبته، وندمت طلبته يعني يكون عملته في المنزل كان غادي يطلع حسن من يعني كان غادي يطلع حسن من هذاك اللي طلبت. فكما قلت لكم البنات هذه الطريقه سهله جدا بالنسبه لهذا الكريب المالح، غزال 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 يعني، وغادي يعجب الاطفال وغيعجب الكبار حتى هما، وكينفع في رمضان لانه الطريقه جديده وطريقه كما كنقولوا حنا مودرن، فدلعنا الكريب شويه ودرنا ليه قيمه. فكما غتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نحشيو وغادي نصوبوا بواحد الطريقه زوينه. كما قلت لكم هذا الفيديو كنت نزلته معكم من قبل، كنظن في شي روتين من الروتينات يعني في داري القديمه، فلقيتو عندي على الكمبيوتر، قلت لي مالا ما رجعش نزله معكم تاني لان هذا هو وقته، وهذا هو يعني وقت رمضان وقت الافطار كيجي زوين وكيجي خفيف وغزال، وممكن تاخذوه كوجبه للسحور. يعني زوين ما كي يعني ما كيحق في المعده ما والو، كيجي خفيف هكا وظريف. المهم بالنسبه للحشوه، الحشوه درت فيها الكفته، كنت شاركت معكم قبل داكشي علاش ما بغاش نشارك. درت فيها الكفته، درت فيها يعني الفلافل الزيتون، بغيتو تبشروا فيها واحد الحبه ديال القرعه وحبه ديال الجزر بشروها، والشعريه الصينيه راه طبعا يعني كل واحد الاختيار. نتوما ممكن تحشيوها باللحم ديال الدجاج الى عندكم شي لحم بقى لكم مثلا من العشاء، من تقطعوه هكذا تفرتوه مع شويه ديال الخضار وديروه، بقى عندكم الكفته نفس الشيء. يعني هذا الكريب ديال البقايا ديال يعني ديال داكشي اللي كيبقى عندنا في الثلاجه ممكن نصاوبوه به هو والبريوات. فهنا كما كتشوفوا لفيتو وكنسدوه بالماء والعجين، يعني هذاك الخليط ديال الماء والعجين ضروري باش يتسد، باش ملي يكون كيتقلى ما يتحلش لينا. فكنبقى مستمره على هاد يعني على هاد الطريقه هذه، حتى كنكمل الكميه اللي عندي. ما شاء الله راه طلعت ليا كميه يعني غزاله كما كتشوفوا ديال الكريب، كطلع لك واحد الكميه يعني شخصين لا مثلا شخصين ثلاثه اربعه ديال الاشخاص، لانهم راه كبار يعني الحبه كبيره. بعد ذلك ملي كنحشي كل كريب اللي عندي كنجي كنحطه في البيض، وكنحطه في البقسماط او في
لا شابيغ كما كنقولوا حنا. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش مثلا هذا الخبز المطحون ممكن ديروا دقيق الذره كيجي زوين، اولا ديروا دقيق الذره مخلوط مع هاد البقسماط، اولا ايضا دقيق الذره مخلوط مع الطحين. فدقيق الذره كيعطي واحد القرمشه زوين لهاد الاشياء المقرمشه. فكتهزوه من البيض كتحطوه في داك الدقيق الذره، كتحطوه في دقيق البقسماط عفوا، وكتحطوه في الصينيه. كنتو غادي تقليوه في نفس الوقت، يعني كتقليوه في زيت سخونه، كنتو غادي تخليوه اولا غادي تخزنوه، كديروه هكذا حبه حبه وديروه في المجمد وتخزنوه، كيبقى معكم فتره كطلعوه يعني ديريكت على القليل. فهذا الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم البنات، من تجربوا هذه الوصفه لان كتجي رائعه، كتجي زوينه، كتجي غزاله يعني بالنسبه لرمضان. وعندي لكم واحد الطلب، كنتمنى تشاركوا الفيديو هاد ديالي في صفحات ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي على الواتساب، لانه الصراحه القناه يعني ماشيه في وكتنزل، فبهذه الطريقه يعني وهذه المساعده ديالكم القناه غتعرف وناس غتشترك فيها وتكبر ان شاء الله بيكم وليكم. كنقول لكم مع السلامه في فيديو ثاني ان شاء الله.